أمير تميم لو حب يغزو مصر ويحتلها ممكن يحتلها في نص ساعة. قطر دولة اعتادها العسكري وقدراتها العسكرية غير طبيعية، وجيشها انتوا عارفين الحروب اللي دخلها، كلكم عارفين الحروب اللي دخلها الجيش القطري، والجندي القطري له صولات وجولات لا يمكن احد ان ينساها. يعني مثلا افتكر مثلا طب بلاش دي. طب افتكر مثلا الجنود القطريين وهم بيقتحموا طب بلاش دي. فاكر دي؟ انا مش سبع اما على السلام انك بكل زهايمر يا غدا. قوات الصعقة القطرية حاجة مرعبة، يعني تشوفها يجيلك تبول العراق. أنا بقول له يا سمو الأمير تميم ارحم المصريين، ارحم المصريين، المصريين مش حمل الاحتلال القطري.